اجي يا منير اجي. عندك كونتونير يخرج 5.5 وكونتونير يخرج 6.5 دوب ما يعبيو لك ماين تسكر وتروح. تروح يا منير فهمت؟ بيه بيه هي وغدو. غدوة شنو؟ غدوة شي يا منير. ايجي ايجي. ما فما خدمة كان الجمعة الجاية. ايوا شنو نقدر نعمل؟ تروح يا منير شد داركم. اتوك كي تبدا فما خدمة نكلمك. أنا نكلمك يا منير. فهمت؟ باهي باهي. باهي باهي، تعرفش كيفاش؟ من هنا وغادي يعود يجي كان نهار الثلاث. اي ما انا ما عندي كان ثلاثة ليالي في الشهر هذا. اي وانا اش تحبني نعمل لك؟ امك انا باش تشكي لها مسكرة يا منير ما فماش خدمة، نبيع داري في الحمامات. لطيفة مبروك تموت عليها غورتس. هاو برمي هذيك الدنيا اش باش تعمل؟ استنى استنى شبيك؟ تفضل سافا؟ موتوري على خاطر موتوري وبرا موتورك ما نطحوش فخر ربي اللي حليت لها شكرتها ولينا انا ولطيفه نتقاسموا كل شيء في جمعتين
قدمت لي عائلتها الكل. امها اللي تجيب لها الكسكسي كل نهار جمعه، اختها اللي ترحي في سواقر المنتا، وهو معشيه كامله هر هر. تعرفت زاد على بنيه ريم، ياسر مغرومه بالتصوير. ولا واحدة منهم ردت بالها على البيبي اللي زاد بلع بيسا. أما أكثر الوقت الحق نبداو مستكوزين. العز لطيفة تخدم نص نهار فوندوز في المونيكير والحمير، وعندها الوقت باش تتلهب بدنها وتعادي المونيكير على ظوافرها وهي تقرأ في المجلات. أنا كيما الناس الكل من الأول كنت كل ما نحلش كاير الزبلة ماذا بيا لوحهم على طول يدي. أما بعد مدة فهمت اللي بعد ما تغسلهم وتنظفهم وترصفهم تبعث فيهم روح جديدة يوليو يحكيو معاك ويكشفوك على أسرار لطيفة الكل. جزار هو يحبها تطيح له ولا دوارها؟ اي نعم جزار يستعرض علينا في لحمه جمعه كامله، وزاد طايح على التمخميخ والهرقمه. هي اللي كانت قاتله روحها بالرجيم، مكثر ربي كان العظام قريب نلمهم ونعاود نركب بقاري. يمشمش فيها يلحسلها شواربها ما يخليليش حتى طرف حمير على بونت السواقر، يعجنها عجنين يقطع لها كلاستها يبقى لها محارمها حتى كلب يضبع ويهيج يهبط الدنيا تروف. منير انت في الدبو شفت الضو من الكيان؟ اي انا. اش تعمل اليوم الاثنين؟ انا عندي ثلاثة اليوم الاثنين يا منير فهمتها؟ وقت اللي نحب عندي ثلاثة، كان الزم الاثنين ولا الخميس. الكماين الكل خرج وما ثم علاش تعدل؟ ناس على بقتي الراحة لا. بعد مدة حبيت نوقف المحنة ونرتاح. ستوب يزي لو حاليا الزبل متاعهم اللي ولاو مليانين بالشحومات والذبان المقجج. ما عادش نجم نشوف زازار، عملها كف وكعكة، ها وخذها ها وهرسها بطريحة دموع. أبري تو ما نش معرسين دم. ترونك سانتول اسبيرين انتي ديبريسيون سومنيفير. غيابات
أما هي اللي ولات مستحقت لي. فما حاجة اليوم؟ لا اليوم كي العادة، أما غدوة سوي. أي أي من غدوة ربينا بالجواب أزرق. بنت خالتي العزيزة. بنت خالتي العزيزة، نكتب لك من مارسيليا، أموري في الجبن، وإن شاء الله ليبيري بعد 3 أيام من بلاد العكري. قريب نطير بحذاك ونرتحك من الأنفار اللي انت فيه. وما تنساش عزيزة تكفن الجواب ولد خالتك العزيز زياد. نجم تعمل علينا طنطون زياد. أنا جاي. سافا جيت نعمل في تلة على العائلة. سافا سافا الحمد لله. ها خطيبك سافا قدم لك راوف. زيد ولد خالتي، زيد ولد خالتي وهم اللي حكيت لك عليا. متاع اي متاع متاع امها. متاع فرنسا؟ لا مانيش متاع فرنسا، متاع مارسي. شنو مارسي؟ سافا مارسي سافا سافيا. بون نستدعاكم على فطور في البحر. طيارة فاسك مش نرمان قولك روفة. أنا استوامنا باش نخرج وحدنا. أنا ما ثلاثة رح نحنوت رو. يا أنا ساعتين في دينا. صفا؟ ساعتين صفا؟ وبلس مانيش قاعد ياسر نخرج ناكل لبرا. وبلس حتى أنا مانيش قاعد ياسر نخرج ناكل لبرا. بون. اش معناها؟ تاي يا روفة عاد ما تعقدهاش، نحب نفرح بيك راني. أقسم بالله سان في بليزير راني. اسمع مازال حال ذاك الريستوران بوسون دوري. ايوه في السوق. مال اي سافا سافا روف. سافا والله شيخ. سافا البشري والذبيحه وكذا سافا. الحمد لله رضيت الوالدين. لا بالحق خير كي رجعت الخدمة. بالحق وقفت روحك فيزا سينو راي راسات لك ترى نحي مريت نحي تي نحي المريت خنشوف عينيك. ها هاكا سافا لاباس. مدة أخرى تنسى الحكاية. زيد ريجيمي غرد خرج عليك برشا ياسر واتيك. بون أختك قريب ترجع جيس لطون عنو تقيلة.
لطيف، من اليوم قررت باش نوقف حكايتنا، ما عادش نخلي شيء عندي من دبشك ومن ذكرياتنا مع بعضنا، ما عادش نجم. سامحتك مرة، أما مرتين ما نجمش. سامحتك وقت اللي خنتني مع الجزار وما قوتش بيكم وقت اللي جايفتوه أنت ولد خالتك في الهوارية، خبيت المخطاف اللي قتلتوه بيه وسكت، خزرت لك في بلاستيك شكارتك كاين نشوف فيك في روبة عروسة، وانا كنت حاضر يا لطيفة باش نحبك بسرق عليك ونروح وتعرضني غزرتك في اثار ماسكارا ومنبوس لك فمك كان على كلينكس، حاضر باش نقضمر لك ظوافرك ومن الحس لك لسانك كان على اغطوات حكوك يا غرت، حاضر باش نفسخ الجزار نرجعك ليا ونرجع من جديد انا برك اللي كمل لك كريم كراميلك. هذاك علاش ما عملت شيء، خبيت المخطاف وسمحت. سمحت سمحت حتى ولا ولد خالتك ياسر ماشي جاي ويهز فيك ويجيب للبحر. هدي Yeah.